لا معاناة أهلنا. معاناة أهلنا وعذابهم من الحكومة السودانية. لا يمكن أي شخص يقول لك إنه هؤلاء المجموعة تمثل دارفور. هذه المجموعة لا تمثل دارفور مطلقا. دارفور فيها عدد من القبائل الضخمة جدا ما عندها علاقة بالتمرد مطلقا. ومن تمثل حكومة الخرطوم؟ انظر إلى تركيبة الحكومة تجد العجيب والعجب. فحكومة الخرطوم من رئيسها حتى آخر وزير فيها من الشمالية. عربات وطيارات واي حاجه وتقاتلونا وتردون وجينا جرينا جينا عفيانين وجينا اريانين وجيانين واشتانين. مين هم جنجاويد؟ اي مين؟ العرب. احنا من طويله. نعم. جونا العرب جوا البيوت شالوا حقاتنا طردونا وكسروا لنا عفشنا وشي ما خلوا لنا وبعد قتلوا لنا وهرقوا البيوت. قتلوا لنا 13 رجل يعني ما فضل لنا ولا حاجه. حنين قاعدين حوالي الساعة 8 جونا زيادة من 300 فصال وعربات وحمير وخيل بس جه يضربوا فوقنا زي دي بوب فتحوا لنا بيبان ومسكونا السلاح قال بضربونا وقمنا إتنا وجرينا وطشوا البيوت بهنا وأنينا قصونا برا وبنقلوا في القفش شغل ما خلوا لنا إلا كان بالله وجلال ابنه والبنات مسكوهم خصبوهم هم من أمهاتهم 6-7 بيت أبوهم بجيبوا وقفوا تدوا هم من بيسوا وأبوهم بقفوا قدامهم يشيشي. لا عندنا خنماء لا عندنا جدار لا عندنا خلق لا عندنا أكل لا عندنا شراب. قال لنا خواجي باكلنا ده بس كلامنا ما عارفين السودان والسودان. مين جابكم مين طردكم من قراكم؟ حكومة وطيارة كاكي عربات حسين جمال حقاتنا شالك ميت تلينا يا لم الله كل قاند الناس ادونا لبسنا ها شايفين لبسين كيف بكل اريانين حق الناس ما عندنا حفيانين حق الناس ما خايفين لبني ادم ده رب العالمين رجال بنات انسان عروسه يتجوزوا شهرين ثلاثه هربهم جوا بيوت جوا بيوت محروقين من حين لقتل لجبل مرة جت منطي ايوه بنات ده كله كسران بناي ما في البحاركي خليه يقتلونا ده واقف الحمد لله من رب العالمين ما خايف لاي بنات الحكومة ما تحميكم هون ما بحامينا انتهت مننا انتهت مننا جت
لم أجد نفسي في طاولة الإجرام أو المجرمين يوم. موسى هلال باعترافه شخصيا أنه جزء من هذه المسرحية، لديه قوات تقاتل، هذه القوات مدعومة من الحكومة السودانية، وهذه القوات هي التي ارتكبت المجازر والمآسي والمذابح. نحن في الدولة لم نستخدم ميليشيات القبائل، لا، لكن جندنا كل من أتى وتجند قبلناه. أولادنا دبوا بسكين ويدنا تشه بالنار جاجونا ولا عندنا مال ولا عندنا عيال بناتنا بس تنام هاللون وتضل في حالة جاجونا بس على العرب والعساكر ولا في جهداني ولا في خنوات أبو يالي دقوه كان يقاتل كان عم يحارب ضد الحكومة لا صل بس مسكين ده. مسكين ذا بس بدقوه قتلوه وأبو ذاته دقوه قتلوه ده العرب والحكومة والطيارة فوق الإيارة الصخور ذا دقام بقنابل قتلان في الكتب حصرة هاي نصف الوضع في دارفور بأنه الوضع عادي ونتكلم بأن الذي يتحدث عن كارثة إنسانية بهذا الحجم وبهذه المعنى ليس صحيح. نعم هنالك مشكلة في دارفور، هنالك مشكلة أمنية محلية أفرزت بعض الإفرازات أدت إلى نزوح بعض المواطنين، ولكن الوضع لدى النازحين أفضل كثير من الذين هم حتى داخل القرى. طريقت كمان وأكل طبعا نحن لا نهاجم ولكننا ظللنا ندافع دفاعا شرعيا عن أعراضنا وعن منطقتنا وعن ممتلكاتنا وعن أنفسنا. هم البدو والبادي أظلم، بدو التطهير أو إبعاد العنصر العربي بأمثلة ونماذج كثيرة جدا. نحن أصلا القبائل الأخرى يعني هسه الآن لو وجدت العرب ووجدت القبائل الأخرى أصلا ما في فرق وما في حاجة اسمها تطهير عرقي وما في حاجة اسمها إبادة جماعية. يعني حتى الشيل هسي ماشي والإعلام المضلل ده كلها متاجرة سياسية
من أخواننا السياسيين الآن بتفسحوا في ألمانيا وفي فرنسا، والآن أسرهم اتشردت، يعني في جزء في شاد، في جزء ماشي في الخلا ساكت، وجروا الويل والعذاب يعني على أهلهم. موقفنا مع الحق، ونحن أينما كان الحق نحن معه. الحكومة الآن نحن نراها هي الممثل الشرعي. وقفتنا مع الحكومة زي ما ذكر لك أنه جاء بناء على الاستنفار وطلب من الدولة، والدولة هي وللأمر يعني في كان يمكن أن لا تلبي هذا النداء، يعني هناك بعض القبائل لم تلبي نداء الدولة. نعم، هنالك بعض القبائل ما لبت، ونحن لبينا حرصا عنه المسألة دي، فينا احنا عارفين استراتيجية مقصودين بها. نحن ست الفريق زمزومة من الميروب محرومة، ست الفريق زمزومة من الميروب محرومة، محفوظة من العين جوا الصريف مسجونة، محفوظة من العين جوا الصريف مسجونة. حكامة في المردوم رقاصة في القدومة، حكامة في المردوم رقاصة في القدومة، صوتها دافي حنين زي نغام بلومة، صوتها دافي حنين زي نغام بلومة. هي 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 هي.